بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناة يوميات أسرة بسيطة. بما أننا خلاص في الصيف، يعني موسم الأفراح، ربنا يا رب يفرح كل البنات. جايبة لكم النهاردة كل الجديد اللي وصل من فساتين الزفاف وفساتين السهرة اللي موجودة عند أتليه علياء علي. النهاردة يا جماعة فساتين السهرة أسعارها حلوة جدا، ده غير أنك بتاخدي كمان معاها الطرحة وكمان التاج، يعني النهاردة آخر جمال. ولا بقى فساتين السهرة اللي ممكن تعملي بيها اكتر من لوك في قلب الفرح. تعالوا بقى نشوف الفيديو. احنا موجودين فين؟ موجودين في ميدان الساعه، الساعه نفسها. تمام، ادي الكوبري اهو بتاع الساعه. واول ما تنزلي من المشاريع، مشاريع المنشيه، هتلاقي سفاح الساعه وعصير زمزم. ادي عصير زمزم اهو عشان برضو تبقوا عارفين المكان. تمام، بعد عصير زمزم في سنتر المصطفى. بعد سنتر المصطفى هنلاقي محل طيبه، العماره اللي جنبه على طول. تعالوا بقى دلوقتي نطلع ونشوف المكان. طلعنا بقى السلم الدور الاول، هنلاقي اليافطه مكتوبه قدامنا اهي اتليه علياء علي. هندخل بقى ناحيه اليمين على طول كده، هنلاقي قدامنا الاتليه. تعالوا بقى ندخل نتفرج ونشوف احلى الموديلات. النهارده نشوف الجديد عند اتليه علياء علي. سلام عليكم. سلام، ازي حضرتك يا مدام منى؟ نورتيني وشرفتيني والله. ربنا يخليكي. ازيك يا مدام الهام، عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا انت جيتي على سؤال زباينك. ايوه، كل زباينك احنا عايزين مدام منى عشان تصور لنا تاني وتالت ورابع. تمام، عايزين بقى نشوف الجديد، لان طبعا الايام اللي جايه دي كلها فساتين فرح. تمام، ربنا يعني كل العرايس يا رب. طبعا في اسعار يا جماعه مش هتلاقوها يمكن في اي مكان، بجد اسعار حلوه جدا لملابس الزفاف. فالدنيا ايه بقى؟ بصي يا مدام منى، تعالي حضرتك بردك. ايوه، هم دلوقتي البنات عايزين الحاجات اللي هي الميرميد. ايوه تمام، في اتنين عندنا ميرميد، احنا صورنا واحد المره اللي فاتت بس هو طلع تمام، وده اللي هو التاني. ده شامبين، التاني ابيض. تمام، هو ده شامبين. على فكره الاسعار حلوه جدا. طبعا هنتعرف دلوقتي على الاسعار وكل حاجه. هي بتبتدي من اول كام؟ هي بتبتدي من اول 1000 جنيه. وفي خصم كمان للي جايين من القناه. تمام، يعني 1000 جنيه وفي خصم للي جايين تبع القناه. يا جماعه الحلو هنا في المكان كمان ان بيسلم حاجه تانية غير الفستان. احنا بيستلم الفستان بالبادي بالطرحه بالتاج بتاعه، كل ده بنفس الرينج الفلوس. نفس الرينج ده. وبعدين تمام، العروسه هي اللي بتنقي الطرحه اللي هي عاوزاها. يعني بتشوف هي الطرحه شكلها ايه وهي اللي بتنقي وهي اللي بتطلب. حلو قوي، قصيره زي ما هي عايزه. عايزاها دور واحد. ايوه، هي اللي بتطلب العروسه. حلو قوي. وطبعا قبلها بيوم بتستلم الفستان. وفي قبلها بيومين كمان بيستلم. في قبلها بيومين. طب تمام، عشان العروسه برده تبقى فريش كده وحلوه. ايوه، ما تقعدش نازله وطالعه. بسلمها لها قبلها بيومين لو هي طلبت. ربنا يفرح البنات. ده كده اول واحد مرميد، ده ب 1000. ده ب 1000 ده. ايوه تمام. وبصوا يعني هي بتعوز الطله الثانيه. ايوه، الطله الاولى بتحبه بالاكستنشن بتاعه. طبعا العروسه اول ما تطلع كده تطلع بقى بالايه، بالبهجه بتاعتها. ادي الاكستنشن، بصوا طويل ازاي يا بنات. ده متر بالشغل. بصي يا مدام، الشغل نفس الشغل اهو. ايوه، نفس الشغل اللي على الفستان. تطلعي بقى بالايه، بالطلتين، اول طله بالاكستنشن وتاني طله من غير اكستنشن. طبعا حاجه هايله قوي، تبقي عروسه وقمر وفي نفس الوقت. تاني حاجه بقى بالقمر دي، حلو. ده كده اول فستان، وفي فستان تاني مرميد. طيب نشوف برده الاسعار الحلوه اللي معانا النهارده. عايزه كل البنات بقى تيجي ان شاء الله وتستغل الفرصه دي، لان كل الاسعار دي بمناسبه الافتتاح، واخدين بالكم؟ عشان طبعا في حاجات تانية اغلى. نشوف يا قمر، بصوا بقى الجمال بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين دي برده ب 1000. بصوا الفستان ده، مش شامبين، ده ابيض ابيض. ايوه، بصي الجبرات اللي فيه، الفستان تحفه مدام منى، مسكيه تقيل، الفستان تقيل. ايوه، لو حد عاوز له تقفيله بيتعمل له التقفيله بتاعته. بنفس بردك ايه، الجبرات اللي موجوده فيه. يعني واحده محجبه مثلا او مش عايزاه تبقى عريان، فعادي يتقفل عادي. بالظبط كده، الله ينور. ده كمان يا جماعه ب 1000 اهو. الديل بتاعه، بس الديل بتاعه، بصوا الديل. بس ديل برضه بيحبوا ساعات، فيه عارفه حضرتك مدام منى، بس بيحبوا ان هم يلبسوا الديل البسيط. كل واحده بقى على حسب ايه ما تتمنى نفسها في ليله العمر. الملكه على حسب بقى. ايوه تمام، نشوف برضو موديل تاني وشكل تاني. طبعا كل دي موديلات بقى، اختاري اللي انت عايزاه. لو بتحبي بقى الكريستال، بصوا بقى، بصوا يا جماعه ده طبعا احنا على قد ما نشيله لان هو تقيل. بصوا بالكب كده. ايوه، وده كده الديل بتاعه، في زي درابيه كده من ورا. حلو قوي، بصوا طويل ازاي. ده برضو شكله شيك قوي، مش مخليني
عارفه ايوه هو دي حضرتك. انما طبعا في الفرح بقى العروس تبقى لابسه كده ملكه. حلو قوي، الله ينور عليكي. تمام، ده برضو في حدود كام ده؟ ده 1200. ده 1200 يا جماعه بالطرحه بالتاج يعني اللي انا بتكلم فيه ده بطرحه العروسه وتاجها، ده ابيض برضه. حلو قوي، على فكره انا هوريكم مفاجاه ان شاء الله اخر الفيديو برضه هتعجبكم. بصوا يا جماعه ده كمان سيلفر، في عرايس بتحب السيلفر والشامبين، في عرايس تحب الابيض. السيلفر ده بكام بقى؟ ده 1500. ده 1500. بصوا بصوا عاملين ازاي. طبعا احنا برضو عايزين نقول لكم انها طبعا الديل كبير، بس عشان الوقت بس وما نفرد لكمش المكان كمان. بصوا يا جماعه ده الله، ده طول، ده جميل قوي ده، وابيض زي ما هو الزبون بردك. ايه زي ما العروسه عايزه ابيض موجود، ابيض موجود. والديل بتاعه بردك طويل. حلو قوي. تمام، ده بكام ده؟ 1000. بصوا ده كمان، ده ابيض اهو. ايوه، وكله جبير من تحت اهو. ايوه جبير. بصوا ده شكل كمان منه، بصوا على الصدر. انا عايزه اوريهم الصدر ابيض، يعني جيتي يا عروسه عايزه شامبين هتلاقي، عايزه ابيض عايزه سيلفر كله موجود. ده كمان ب 1000 ولا بكام؟ ده 1000. انا شايفه بقى اللي على المانيكان اللي ورا حضرتك ده، شوفيه كده. بصوا بقى ده اللي على المانيكان ده بقى، شكله روعه. بصوا الجمال، بصوا الكتف بتاعه حلو قوي. تمام، ده بردك هيتعمل له. بصي مدام منى، في ناس من عندك من القناه سالوني، فانا حبيت بردك ابلغ يعني حضرتك. قالوا لي لو عملنا كم منفوش عادي ينفع. قلت لهم مفيش مشكله خالص، نعمله الكم اللي انتوا عاوزينه، تريحي الناس انت مدام الهام. منى جت وطلبت كم من ده منفوش. حلو، صدر عليه تطريز بس بسيط. تمام، فطبعا مفيش مشكله خالص، هنعمله لها عادي، هيتعمل عادي خالص. أيوة. والطرحه بتاعتها هي طلبت شكل معين من الطرحه، عملتها لها وهي جت شافت الدنيا دي لقيتها مظبوطه معاها خالص الحمد لله. تمام، حلو قوي. تاني من نفس اللي حضرتك صورتيه. بس ده حاجه تانية بقى. ده بقى كده اهو تطريز هانشميت. ده ايه ده؟ ده فخم قوي، بس ده طبعا حاجه تقيله شامبين بردك. ايوه، بصي حضرتك حتى التقفيله بنعملوها ازاي، حاجه جامده بصراحه. يعني حتى التقفيله بنعملوها، بصي حضرتك هو طبعا بيجي لنا الموديل كاب. وانتوا بقى واحنا بنظبط بنعمله التقفيلات بتاعتنا. تمام، والتقفيله ما بتبانش. تمام، فستان يعني. فستان. وجايب كسر كده من على الجنب، شغل عليه جامد قوي. ده كله هاند ميد. ده بكام ده؟ ده عامل 1500 بقى. ده 1500. تمام، اللي بعده ده شامبين ده برضو. ده زيه بالظبط. الله، بس ده بقى تطريز رقيق شويه. ارق شويه، اخف. أيوة، من ده. اخف من ده. بصوا ده كده كتير ده. ديل يعني كبير طويل اسطوري بقى. ايوه بصي بردك، ونفس التقفيله من نفس التطريز. ايوه، بكله بقى عشان المحجبات. تمام، وبتاخد البادي بتاعها. البادي برضو والكم بتاعها ورده منفوش شويه. ده وده حلو ب 1500 ده برضو. تمام، في اللي بعده ده بردك برضو. بصي حضرتك التطريز بتاعه كله هاند ميد بردك. الاباليك بصوا عامل ازاي، لا شغل عالي بصراحه. الله ينور، ده شامبين بس فاتح شويه. تمام، يعني انا شايفه كل العرايس اللي هي في موجوده على النت واللي هي موجوده البلوجر اللي بيلبسوا الحاجات دي، البلوجر كله بيلبس اللي هي الشامبينات دي. ايوه فعلا، هي اللي طالعه موضه. بصي حضرتك بصوا الشكل ده برده متطرز بردك. ده منه شكل تاني. الله، احنا عايزين نرجع عرايس تاني بقى عشان الحاجات الحلوه دي. الله، جميل جدا ده برضو. المجموعه دي اي حاجه فيها ب 1500. تمام، يعني هنا الاسعار عندنا من 1000 ل 1500، صح كده ولا في حاجه اكتر؟ صح كده، انت كنت حضرتك احنا كنا قايلين من 1500 ل 2000. خلاص اتخفضت كمان بمناسبه عشان موسم. ده عشان خاطر القناه. ايوه، قلتي زبايني عايزين يجوا حبايبي، حاجه كويسه لازم. تمام، الخصم ده يبقى ليهم. بصوا بقى اغتنموا الفرصه. كله هاند ميد. بصي مترى ازاي مدام منى، جميل قوي، حلو قوي. كله كده، حتى الطرحه بتاعته بتبقى كده، والديل بتاعه بصي حضرتك لو جيت هنا جميل، كله بردك مترز لغايه تحت. على فكره في كمان فساتين سهر النهارده هنتفرج عليها عشان مامت العروسه برده واخت العروسه والحاجات دي. بصي ده بردك في برده ده جميل قوي ده. ايوه اهو بردك. ده الجديد، الحاجات الجديده اللي جت. كذا واحد. بصوا عايزه اوريكم الشغل اللي عليه جميل قوي برده، 1500 زي ما قلنا. حلو، بيجي كاب وانتوا بقى بتحطوا فيه ال بتحطوا فيه اللي هي التقفيله بتاعته. فيه عرايس جاي عايزاه كده. هي عايزه الكاب كده، مش فاحنا ايه سايبينه لها كده. تمام، كله شغل.
حلو. بصوا بعد بقى الدخله في حاجات خطوبه كمان، عايزه تعملي المناسبه بتاعتك، بس ايه السعر حنين يا مدام الهام ولا ايه الدنيا؟ اه لا ده سعر حنين جدا. ايوه بصوا الجمال حلو، في 650 ده 650 خطوبه بردك ديل بيتركب له اه كبير، بس هي العروسه طلبت ان احنا ما نحطلهاش حاجه من تحت، هي عايزاه كده عشان هو في البيت. تمام يعني ده متكلمين عليه. اه تمام ماشي. بصوا يا جماعه في مجموعه فساتين سهره، طبعا انا صورت لكم المره اللي فاتت، دول بقى مجموعه جديده. بصوا الجمال، عارفين كده الستايل التركي، الستايل كده يعني اللي هو بتاع الليدي كده، جميل قوي ده مدام الهام. ده هو لون واحد اللي هو الزيتي ده. اه درابيه وستان، الناس اللي بتحب الستان. هو كان في منه لون تاني بس اتباع. اتباع؟ اه طب تمام. الاحمر بتاعه اه، بس هو اول ما جاء اول يوم جه فيه اتباع فيه على طول. بس ده باع ولا تأجير؟ اللي عايز بيع بياخده، اللي عايز ايجار بياخده. والله العظيم؟ اه. طب بالنسبه بقى الايجار بتاعه؟ ده ايجاره عامل 400. ده ايجاره عامل 400، ولو بقى بيع هيتفقوا بقى معاكي. هم اه بقى حسب الاتفاق. طيب تمام. وبصي بردك مدمونه، انا كنت عايزه اقول على حاجه ان في فساتين عندي اول لابسه. فساتين الزفاف. فساتين الزفاف في أيوة. اول لبسه، يعني اللي هي عايزه فستان اول لبسه موجود. موجود عندي. حلو قوي، عشان في عرايس بتشترط الموضوع ده. ايوه بالظبط. اه تمام. بردك وبالطرحه. ايوه وبالتاج كله. ايه على فكره يا جماعه في ميك اب ارتست برده تبع المكان، احنا هندخل دلوقتي نتفرج برده على الميك اب بتاعها واوريكم حاجات حلوه جدا. بصوا كمان ده واحد تاني من ضمن اللي وصلوا، بس انا هجيبه لكم في النور عشان يبان اكتر، لانه بصراحه تحفه. بصوا يا جماعه بصراحه شويه فساتين جايه المره دي تحفه. ايه الجمال ده؟ ده في منه كمان البيبي بلو. اه. وده بكام بقى؟ على كام ده؟ ده على 550. على 550 ينفع خطوبه على فكره. ما هو خطوبه اساسا. اه خطوبه، لو عايزه بقى تحضري مناسبه فيه مفيش مشاكل. عايزه اقول لكم ان هو تحفه. ده بجيبونه ده ولا ايه؟ ولا هو مشته؟ جوميه من تحت. اه جوميه. وبيتركب له جبونه. وبيتركب له جبونه عادي، هو بصراحه كده تحفه اصلا. لسه في فساتين ثانيه هنشوف. بصوا يا جماعه بقى ده كمان. ده المجموعه اللي بردت الجديده اللي جت. انا بس عايزه اقول لك زباينك يا مدام منى هم اللي طلبوا ان انت تيجي تصوري لهم ايه اللي جه. الله ينور. بصوا على فكره هو ده في اكستنشن. هو في اللي بيتلبس كده. بيجيبوا حزام كده ستان كده. ستان تمام تمام اسود، وبيلبسوه بيبقى ايه فستان. بتاخده ساعات مامه العروسه او اخت العروسه وصاحبتها، وبرده عمل طلتين بتعمل. ايوه بيها طلتين. بصوا ده الاكستنشن، وطله بالستان الشريط الستان اللي هتجيبه. بصوا هنركبه دلوقتي الاكستنشن ونشوفه. على فكره يا جماعه هو في الحقيقه احلى من كده بكتير. بصوا تحفه. بصوا كده هو بالاكستنشن بتاعه، عايزه اوريه لكم بالاكستنشن ومن غير اكستنشن طبعا شفناه. ده بكام بقى ده؟ ده بردك 450. ده 450. المقاسات بتاعته ايه؟ حلوه؟ يعني هو لبس لغايه 90 كيلو. لغايه 90 كيلو. لاني بصي حضرتك القماشه اللي هي زي ليكرا كده. ليكرا وهو طبعا مضايقينه من ورا قوي. بس عشان يبقى على المانيكان. فيها ليكرا. فيها ليكرا. طب تمام. نشوف الفستان بقى اللي هو ايه، دي احنا كل ده بنجيب لكم الجديد. في ده المنتجين. نفس الكلام. تمام كنا مصورين المره اللي فاتت. الشكل ده في منه الاسود. ايوه. وفي الاسود في ذهبي وفي المنت جرين. تمام. وبرده ناس اخذوا ده ولبسوه من غير حزام، وعملت لهم انا حزام ستان صغير. تمام يعني بردك لبسته كانها منظرين. طلع حد اخذ باله ان هو ايوه انهم كانها لابسه فستانين. فستانين حلوه قوي. تمام. في ايه تاني بقى؟ بصوا يا جماعه بقى الجمال ده بقى كده، ده حضرتك قلت لي ده للمقاسات الكبيره. يعني قد ايه كده؟ بصي حوريكي بردك المقاس اهو، انا مضيقه كتير اهو من الضغط. يلبس زي 100 كيلو كده؟ ممكن يلبس لغايه 95 يعني. بصي ولبسني. يعني انا جبته لبسني. طيب تمام. بصي حضرتك انت عارفه طبعا ان الترتر ده قشر السمك ده في توسيع. ايوه فعلا كنت جايبه واحد زيه. ايوه تمام الله ينور. اضربيه اهو، وده حنين بقى كده في السعر والدنيا ايه؟ ايه؟ ده سعره حلو، ده 350. حلو جدا. يا ما شاء الله. في منه الوان تانية ولا لون واحد؟ والله لا هو ده لون واحد بس. طيب لاني انا عجبني منه الاسود، بس حسيت الاسود عندي وهو اللون اللي هو ايه الازرق. الله ينور. طبعا يا جماعه كل اسبوع في جديد، ده غير بقى طبعا ده احنا وريناكم الجديد، كل اسبوع جديد، وغير كل الفساتين اللي قدامنا دي بيع تأجير زي ما حضرتك عايزة، وفي أطفال كمان كنا شايفينه في الفيديو الأولاني. تمام؟ ندخل بقى نشوف الميك اب أرتست؟ يلا بينا. يلا بينا. بس كل دي فساتين،
بصوا بتاعت الاطفال حلوه على فكره، واسعارها حلوه، من 70 جنيه الاطفال صح؟ من 70 جنيه يعني بجد هتنبسطوا اخر انبساط. بصوا بنات احنا دخلنا علشان في ميك اب ارتست طبعا هايله زي ما انتم شايفين الشغل مع المدمزيل القمر. طبعا هم لسه في كمان كماله ان شاء الله هبقى اسيبها لكم في اخر الفيديو. دي بتبقى تبع المكان، واي حد يجي ياخد من مدام الام الفساتين ليه خصم على الميك اب بتاع استاذه لميا. استاذه لميا صح؟ تمام يا عمر ماشي. احنا هنطلع بعد يعني ان شاء الله في السنة هيطلع باكج كامل بالمكياج أيوه. بتاعه، وفي فوتوغرافر كمان معانا. حلو قوي تمام ان شاء الله. هقول لك الاسعار عليها بردك، وانت حضرتك بعد كده هتعملي بردك ايه ده. تمام هسيب لكم بقى في الاخر اللوك بتاع الفستان مع الميك اب كله مع بعض. في حاجه تانيه، الفوتوغرافر هيبدا مع العروسه من اول ما تبدا مكياجها من بداية اليوم لاخره، تصورها بقى كل الصور اللي هي عايزاها. تمام. والبلوج معانا البلوجر ايوه اسراء. متشكرين ليكم يا جماعه، الف شكر. السلام عليكم.